والعواجب مدت استرها علينا يا بك. سقت عليك السيدة، هشتكي لها منك يا نبيل، وبقى وريني بقى. الله العظيم، وانت ازاي يا نبيل ما تدافعش عن نفسك؟ وهو ده كلام يترد عليه؟ ايوه، بس برضه سكوتك ونزولك من البيت دلوقتي معناه انك بتاكد على كلامه. اهو نازل، يلا بقى اطلع وكلم طنط دوله كده بالراحه. مفيش اي حاجه ممكن اقولها دلوقتي هتتسمع. اهدي بقى يا ابله. سيبيني في حالي بقى يا سنيه. الله، انت دولة فين؟ قاعدة جوه. في ايه يا ابو سيد؟ استني بس، ايه الموضوع؟ ممكن اتكلم مع حضرتك دقيقة؟ ما فيهاش دماغ للكلام. خلاص بقى يا ابو سيد، انزلي دلوقتي والصباح رباح. مش نازلة يا خالته. حضرتك بجد مصدقة الكلام اللي قاله جوز خالته على نبيل؟ هو لحق ادالك التقرير؟ مصدقة فعلا ان نبيل ملحد وما يعرفش ربنا؟ بعدين بقى، ما قلت لك ما فيهاش دماغ للكلام. ما تنزلي بقى يا ابو سيد واقصري الشر. شر ايه اللي اقصره يا خالته؟ كنت دولة انت لازم تردي عليا. وبعدين معاكي ما يصحش كده. مش هنزل غير لما اعرف هي بجد مصدقه الكلام ده. ما بترديش عليا ليه يا طنط؟ صدقتي كلام سعد العجاتي اول ما قال لك ان نبيل ملحد؟ معقول للدرجه دي شايفه انك ما عرفتيش تربي؟ ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنت انت؟ بقول ان ممكن تغضبي على نبيل بسبب يا طنط، وممكن تترديه علشان حبني وانت مش راضيه عن الحب ده. ممكن كمان تتهميني ونسي ممدوح الله يرحمه، ولو ان ده برضه مش حقيقي. وممكن تطرديه علشان خرج بره طوعك ومشي ورا قلبه. كل ده ممكن، ولو حصل محدش هيقدر يلومك. بس اكتر من كده يبقى ظلم. ظلم يا طنط. خلاص، خلصت الكلمتين اللي محشورين في زورك؟ خلصت، وانا سمعتهم كويس. اتفضلي روحي على بيتك. جدع يا بت. دلوقتي بقيت جدع؟ انت ما كنتش عايزانا انطق ولا كلمه. ما بلاش يا ماضى بقى. يلا امشي من هنا. تصبحي على خير. على فكره بقى البنت عندها حق. ما هو ما ينفعش تصدقي ان نبيل ما يعرفش ربنا. ماشي، مش هصدق، لكن برضو قلبي غضبان عليه ليوم الدين طول ما حاطط البت بوسينة دي في دماغه.